الانتصار ونرفع شعرك ونقول مبروك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية تنحيو المنبر ديالكم اللي جاب تغطيات هذه الوقفة. الحسن بيضار الكاتب الجهوي النقابة المستقلة الممرض على مستوى جهة واد نون وعضو المكتب الوطني ديال النقابة المستقلة الممرضين. بالتأكيد هذه الوقفة جاءت تربية لدعوة المستقلة. وقفة إنذارية لمسار تصعيدي غتشهدوا المنظومة الصحية بسبب تماطل الوزارة وعلى مستوى المركز وعلى مستوى يعني المصالح ديال الخارجيه في تنفيذ المطالب ديال الممرضين. المطالب ديال الممرضين واضحه وبينه فيها ما هو غير مادي منها المصنف والهيئه اللي تتحمي المهنه، منها ما هو مادي اللي طلبنا به ودخلنا في مفاوضات ودخلنا في اقتراحات ودخلنا في مسار تفاوضي طويل منذ عام ونص، ولكن للاسف لم تكن هناك استجابه. هناك تعويضات جد هزيله نطالب بالرفع منها وإعطائها في المكان والزمن المناسبين. طلبنا أيضا بالرفع وإنصاف الممرض فيما يخص تعويضات عن الحراسة. طلبنا أيضا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية. وضعية المستشفى الإقليمي وضعية مزرية، يعني ظروف الممرض على مستوى الجهوي على مستوى المستشفى الجهوي ظروف مزرية. طلبنا يعني الإدارة المحلية وإدارة المستشفى بالاستجابة للمطالب، منها ما يخص المطعمة، منها ما يخص يعني ظروف يعني الحراسة التي يشتغل فيها الممرضين. ولكن للأسف وصلنا لواحد الباب مسدود. محمد موسى الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين الإقليمي وعضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين. إذا كما كتشوف هذه الوقفة الإنذارية الاحتجاجية جاءت في ظل المستجدات التي تعرفها الصحة التمريضية أو في ظل التغييرات التي تشهدها المنظومة الصحية. هذه الوقفة جاءت تنديدا لتماطل وزارة الصحة ورئاسة الحكومة في الاستجابة للمطالب الآنية للممرضين وتقني الصحة، خاصة فيما يخص الشق المالي، الشق المالي اللي متعلق بالتعويض في الأخطار المهنية الأعباء التمريضية والتأطير، أي زيادة في الأجر الثابت كما دار رئيس الحكومة الممرضين وتقني الصحة خلال الحملة الانتخابية، حيث رفع وعد رفع بداية أجرة الممرض إلى 8000 درهم. نطالب الحكومة ونطالب رئاسة وزارة الصحة بالاستجابة للمطالب الآنية والمستعجلة للممرضين. مريم وهيب قابلة بمركز المستشفى الجهوي الإقليمي. حنا اليوم تجسيدا للبيان الإقليمي المدعات له النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة. المطالب ديالنا كيف ما هي معروفة من هذه السنين مطالب شرعية. من بينها العدالة الأجرية، الإنصاف، التعويض عن الأخطار المهنية، إخراج هيئة مصنفة الكفاءات، هذه مطالب مشروعة وكنتمناو من الجهات المعنية الاستجابة الفورية لمطالبنا المشروعة اللي هذه سنين وحنا كنطالبوا فيها. محمد أمين دولتي تقني في الأشعة بالمستشفى الجهوي قلميم. الوقفة ديال اليوم كتجي تجسيدا للبيان اللي خرجته النقابة المستقلة للممرضين شخص المكتب الإقليمي ديالها اللي دعا لوقفة احتجاجية إنذارية بالمركز الجهوي الاستشفائي قلميم، تنديدا بمجموعة من الأوضاع المزرية اللي كتعيشها الأطر الصحية والتمريضية خصوصا بالمستشفى، وكذلك على المستوى الوطني من حيث اللي كتعامل به الوزارة معنا في إطار التعويض على الأخطار المهنية وفي إطار إخراج مصنف الكفاءات. اليوم الممرض كيخرج باش يوصل الصوت ديالو باش يقول الوزارة أنها قادر باش ينزل للشارع، فقط نطالب بالإنصاف. تجينا وعلى تجينا تجينا والإنصاف اللي بغينا والشرعية والمطالب.